يتحدث أو يخطب بعد ما سمع ما سمع. يعرفوا الأخوة الكل أنا فرد أنا من عائلتهم من فرد عائلة رئيس اتحاد الطلبة من في الخمسينات آخر الخمسينات، وكنت حريصا أن تكون كل الجماعة في نفس الاتحاد. وبعد ما خرجنا احنا صار الانقسام واحد ضد الحزب على وخرجوا جماعه التسبيتيف وكل واحد بدا بشكل فيها واخذ مسؤوليات من غير شك. اليوم سمعنا برشا امور، انا شخصيا سمعت برشا امور انا عمري ما سمعتها من قبل. كنت بغير شك هنالك هاجس نوعا ما او فيما يخص بعض التجاوزات، وحتى ما نقولش تعذيب بمعنى الكلمه، نقول عنف. وفي الحقيقة أنا كمدير عام للأمن الوطني ولا كوزير الداخلية كنت عضو في منظومة كاملة تمشي من البرجيبة إلى أمن على المسؤولين. وكنا نعرف أن في عهد البرجيبة كانت الطاعة لرجل نحترمه لتاريخه ولكذا وكذا وللمكاسب اللي جابها ولرهاناته نجح فيها وغير ذلك. ما ويعرفوا الأخوة الكل ما صارت لهم مشاكل وغير ذلك، ما قعدوش في الحبوسات عام عامين ثلاثة أربعة وفي الآخر يناديهم. هو كما قلت عدة مرات في عديد كنت أقول كذا كان حريص باش تكون الوحدة القومية والناس كل حول. أنا حبيت أقول هذا الكلمة دي لأن ثم خلط شوية ما بين العهد بتاع بورقيبة والعهد بتاع بلعين. سي محمد عمالي بارك الله فيه قال راهو معناها ثم فرق ما بين هذا وهذا، هو فرق ما بين هذا العهد وهذا العهد الآخر. ثم الخلط هذا، وفما فرق ما بين التعذيب اللي صار في وقت بن علي معناها خصوص غايات معروفه، وبين معناها نوعا ما كلها كنت صراحه نوعا ما من التهديد، ربما مشى خطوه كبيره نوعا ما من التهديد، ولكن كلهم كانوا يعملوا وقت فرنسي. مش لازم نسمي الاسماء، نسمي معناها فقط من القاب فقط، من سي محمد علي يعرفوه جماعه، من سي المنجي، من سي طبقة، من جماعة كل خير غيره معفوه جماعة قاسومة في قاسومة وجماعة كل ايوه. ويقول سي حمد بارك الله فيه يقول جماعة هذوما معناها كانوا وقت مرقيبة وتمدى وقت بن علي وما زالوا موجودين اليوم. ولهذا ما ثم حتى شك ان كونه الجلادين هذوما والجماعة هذوما الكل وخاصة اللي كانوا وزاروا حي وخاصة اللي كانوا موجودين يقع معناها على الاقل استفسارهم واستجوابهم، وما يكون استجواب صحيح إلا إذا كان حلينا الملفات خرجنا من الطور بتاع بن علي وطور ايش؟ وداخلية جديدة وثورة جديدة وملفات موجودة ومرصفة ومع معقولة ونجموا تو بعد منهم يقول والله ثم أمور تاع أعراض من جهة نجموا نحيوا الأعراض من جهة ونجموا نحيوا، لأن إذا كان كما قال الأخوان نجموا نعتمدوا الكلام هذا كله وفاة وإلا لا؟ ما نجم نعتمد هذا وفاء خاصة في مؤسسة تاريخية كيف هذه وعلمية، يعني مش ممكن باش تكون فقط شهادات من أشخاص، شهادات الأشخاص تعتمد من الأشخاص ومن معناها المسؤولين وغيرك، ولكن الملفات هي اللي باش تبين معناها كيفاش كان صارت الأمور وبأي تعليمات، وثماشي تقارير كتب فيهم في الطرة الوزير الفلاني واللي كتب فيهم مدير الأمن وكيف سروا الأمور هذه معناها وأنا حشتنا ثم أنتم كنتم واحد كل كبار معناها أنتم أصغر مني ولا غيرك ولا مشيت. الشعب التونسي في حاجة إلى معرفة حقيقة الأمر. المنظومة السياسية بتاعة بورقيبة والمنظومة السياسية بتاعة بن علي كيفاش كانت تعمل؟ منظومة العدالة الانتقالية ومساءلة الجميع السياسيين والقضاء والى اخره، لكن حتى اكون صادقا معك انت شخصيا، انت عذبتني الان لانك تكلمت عن تهديد ولم تتكلم عن تهديد. أن جريمة التعذيب لا يمكن أن تسقط بمرور الزمن، ما يمكنش نعتبره الجريمة هذه كما الجرائم أخرى السرقة وغيرها اللي هي تسقط بالتقادم.
هذه حاجة أولى. الحاجة الثانية اللي حبيت نقولها وأنه اليوم صحيح البعض من المدخلين شكروا سي طاهر بالخوجة وقالوا أنه قام ب يعني كانت عنده شوية إنسانية تجاه المجموعة متاع 62 وحسن لهم أوضاعهم وحس معناها بكونهم تعذبوا أكثر من اللزوم. لكن الحقيقة أنا نستغرب كيفاش سي طاهر بالخوجة يتكلم بالشكل اللي يتكلم به منذ قليل، والحال أنه يعرف وأن المسؤول الأول على الأمن وإلا المسؤول الأول على وزارة الداخلية لا يمكن أن يعتبر نفسه بريء من ممارسات يعني تحدث في مقرات وزارة الداخلية، ولا يمكن له أن ينكر أو أن يتجاهل أنه موجود في نفس البناية وأنه على علم بكل ما يحدث، وإلا فكيف يمكن أن يتحمل المسؤولية سياسية؟ وطلبت الاعتبار وعودت اعتبار 20 مرة في هذا في الشروق وغير ذلك، ولهذا ما ثمش في كان عمري ولا قلت أنا مش مسؤول وغيره، هذا واضح. ولكن هذا ما يمنعش أن كما فرق ما بين المسؤولية السياسية الأدبية وبين مسؤولية الجريمة من جلدين معروفين اللي اسم العسكوبة. الآن نبدأ طورا جديدا وهو صياغة الجانب الآخر الخفي من التاريخ المسكوت عنه، وأشكر مؤسسة تتميمي من أجل هذه البادرة. وبدأنا نتكلم ونؤرخ، نصم أخرى بروسيدي عن تمبوراليزاسيون كي لسها تراس لكي تترك شيئا ما كان مكتوما ومكبوتا. مانيش باش نخطب توا، لكن باش نقول تعرف الخوجة مين؟ أريد أن أوجد وأقول بأن أنني كنت مناضلة عام التونسي بيرسبكتيف، وأن التعذيب سلط على الرجال وكذلك على النساء توزع ثيابي تعلقت ترجيح التعذيب. التعذيب هو تنكيل usé et abusé، c'est une autre forme d'esclavage. يجب أن يعني يحطم كثيرة للتعامل مع أي كان. وأنت سي طاهر بالخوجة أمرت الجلادين لذلك، وأنت المسؤول. أنا كنت نسأل سي طاهر، أنا ما نجمش رأيك، ما نجمش نقابلك، ما نجمش نشوفك، بقى عذرتي من التعذيب. وأنا زوجي كان agrégatif de l'université de la Sorbonne. Moi j'étais licenciée en même temps. J'avais mention très bien de la Sorbonne. Rajoutons un cher, rajoutons un cette année. Pas de style pour la vie d'un chef. Elle dit mais vous l'avez. Ah tout mon cœur, elle dit pas la peine. Ah c'est bien. Ah c'est bien. Je suis pas تمشي تلبس النواف شنو تقول؟ نسى الغوفور كي باين وكور لا. اكسكوزي موا.